אחד המרצחים, חסן נסראללה. Waiting for Hezbollah's Radwan forces. Israel has a clear, very legitimate interest in doing that. The people of Lebanon want the same thing. القتل اليوم في لبنان والمجازر والخسائر كبيرة. نحن كلبنان، لبنان مستعد لإقتال الجيش. شن الطيران الحربي الإسرائيلي إظهار كان على بندق كفرة صربيين في الجنوب اللبناني. كان هناك عدة غارات جوية متنقلة لكن هنا في ضاحية الجنوب. مساء الخير، تغطيتنا مستمرة حول أبرز المستجدات في لبنان الذي تلقي الحرب بظلاله عليه. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف يزور لبنان ويلتقي بمسؤولين لبنانيين حاملا رسالة من المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي. تأتي الزيارة تزامنا مع مؤتمر عقده حزب القوات اللبنانية وبعض الكتل السياسية تحت عنوان دفاعا عن لبنان. المزيد في تقرير محمد حاج بكري. هو المشهد المتكرر في لبنان، قصف ودمار واغتيال لقيادي ما في حزب الله، ورد للحزب بالصواريخ على العمق الإسرائيلي، وتلويح إيراني إسرائيلي بتصعيد الحرب للمنطقة برمتها، بينما الناس تهيم على وجوهها نازحة خارج لبنان أو في عمق أراضيه البعيدة عن الجنوب. رئيس مجلس الشورى أو البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يزور لبنان ويلتقي رئيسي مجلس النواب والحكومة اللبنانية ومسؤولين وسياسيين في بيروت، مصرحا بأنه يحمل رسالة من المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، مؤكدا على سعي إيران لإيقاف الحرب وسط ترقب واسع للرد الإسرائيلي على هجمات إيران الصاروخية قبل أيام. تحركات دولية وأقليمية ولبنانية لإيجاد حل لمأساة لبنان المنهك وإيقاف العدوان الإسرائيلي عليه لم تحصد أي ثمرة تذكر حتى اللحظة، بينما يبدو واقع البلد الصعب أكثر تدهورا، فهو الدولة التي تعيش منذ سنوات حالة استعصاء سياسي وأزمة في اختيار رئيس للجمهورية بعد الخلافات السياسية حول المنصب الرئاسي، وتديره اليوم حكومة انتهت صلاحياتها الدستورية لكنها موجودة بحكم الواقع لتصريف الأعمال في بلد مر بتدهور اقتصادي من أزمة في البنوك إلى تطور لها خيم على كل مفاصل الدولة ومؤسساتها، لتأتي الحرب مكملة لواقعه الصعب مودية به إلى المجهول. في ظل ما يعانيه اللبنانيون اليوم من قتل وتهجير. سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية دعا إلى مؤتمر عاجل لإنقاذ لبنان في ظل أجواء الحرب، وتحدث خلاله عن ضرورة استعادة الدولة اللبنانية وتكثيف الجهود للخروج من نفق الحرب وأهوالها بمساعدة الأصدقاء، لتظهر نتائج المؤتمر عن توافق حول ضرورة انتخاب رئيس للبلاد بين الفرقاء الذين تعاظمت خلافاتهم فيما مضى وأودت بالدولة إلى الانهيار. وبين كل ما يجري يبدو لبنان اليوم أكثر تعبا وسط حرب قد تتوسع دائرتها باتجاه سوريا، والتي تفرض إيران بدورها حضورا عسكريا في جغرافيتها من خلال ميليشيات تنتشر على التراب السوري من شماله إلى جنوبه، بينما نظام الأسد يبدو صامتا كأنه خارج الجغرافيا أو بعيدا عن أي حلف قديم أو جديد. نناقش المزيد مع ضيوفنا من اسطنبول الأستاذة في العلوم السياسية الدكتورة جولشان سارلام، ومن بيروت مدير مركز تطوير للدراسات الباحث هشام دبسي، ومن بيروت أيضا الكاتب والصحفي أحمد الأيوبي. مرحبا بكم جميعا. دكتورة جولشان، ما طبيعة ما فحوى الرسالة التي حملها رئيس مجلس الشورى الإيراني إلى لبنان؟
مساء الخير للجميع وشكرا للاستضافة. بعتقد رئيس مجلس الشورى الإيراني هناك ما قاله في العلن وهناك ما قيل في الخفاء وبين الكواليس. هلا لرسالته كان في ثلاث أبعاد باعتقادي. أولا البعد الإنساني بتمثل بلزوم دعم إيران للشعب اللبناني نتيجة كل اللي صار بلبنان، مثل 2006 كمان إيران دعمت وعملت إعادة إعمار ما بعد الحرب، حرب تموز. البعد السياسي وهو يكمن بالسعي للتهدئة ووقف إطلاق النار، وطبعا هناك يعني مساعي لتطبيق القرار 1701، وهيدا من جمعة عم ينشغل عليه، وبالتالي هيدا البعد السياسي بعتقد كان بهدف وقف إطلاق النار والتهدئة، ربطا بكمان المساعي الدولية إن كانت من أمريكا والاتصال اللي حصل ما بين بلينكن والرئيس بري ورئيس فرنسا والرئيس بري، وأيضا هوكستين مع الرئيس بري. البعد إذا بدك البعد العسكري وهو نوع من دعم حزب الله ورسالة بأنه نحن لازلنا ندعم حزب الله ولازلنا واقفين إلى جانبه، مع العلم هو أشار بأنه اللبنانيين هن بياخذوا قرارهم، حزب الله هو اللي بياخذ قراره، ولكن إيران دعمته خاصة من بعد الأقاويل اللي صارت بأنه إيران تخلت عن حزب الله، وبالتالي كان من يعني مثل رسالة يقولوا لا نحن بعدنا مع حزب الله. وبالتالي برأيك زعجت. يعني برأيك هل يستوي سعي إيران إلى التهدئة وتطبيق القرارات الأممية كما تقولين في الشأن السياسي مع الدعم العسكري لحزب الله في الوقت نفسه؟ شوف نحن إذا بدنا نشوف يعني هدف إيران من الأساس هو التهدئة ووقف إطلاق النار، وما بهمها إيران يعني مش من لمصلحتها توسع الحرب وتطور يعني وتصير حرب شاملة وتشمل دول تانية وتشمل المنطقة لا بل العالم، لا لمصلحة أمريكا ولا لمصلحة إيران، ولكن نحن في عنا معوقات داخلية اليوم لوقف إطلاق النار. وإذا بدنا نحكي بوقف إطلاق النار بدنا نشوف ربط اللي عم بيصير بلبنان بغزة، وهون يمكن إذا بدنا نفوت على الشق الداخلي، حزب الله مثلا بيقول بعد بكير لانتخاب رئيس جمهورية ونحن هلأ ما وقته، بينما المعارضة بتقول ما فينا نحكي بدون ما ننتخب رئيس جمهورية ونطبق القرارات. من هون أنا بعتقد في مساعي جدية، واتصال بلينكن 45 دقيقة مع الرئيس بري. الرئيس بري اليوم هو يعتبر عم بيمثل حزب الله وبيمثل حركة أمل، وبالتالي هو بيحكي باسم حزب الله، وليقول علنا أنه نحن مستعدين لنطبق القرار 1701، معناته أخذ الضوء الأخضر من حزب الله. طيب ما رأيك أستاذ أحمد، إيران تسعى إلى التهدئة ولذلك جاء رئيس مجلس الشورى إلى لبنان، وكان في زيارة طبعا قبل ذلك لوزير الخارجية الإيراني للبنان وعدد من الدول العربية أيضا، وهل يعني هي جادة في محاولة التهدئة الآن، وهل هناك سبل لهذه التهدئة مع استمرار كما تقول يعني ضيفتنا المواجهة العسكرية والدعم العسكري لحزب الله في مواجهته لإسرائيل؟ مساء الخير. كيف يمكن لإيران أن تجنح إلى التهدئة والمرشد الخامنئي أعلن بوضوح في تأبين السيد حسن نصر الله أن من واجب حزب الله الاستمرار في حرب الإسناد لغزة؟ هذا أولا. ثانيا، عندما يأتي وزير خارجيته إلى لبنان ويقابل رئيس الحكومة ويرفض أن يكون موقف من قبل الحكومة ومن قبل رئيس مجلس النواب بإعلان تطبيق القرار 1701 والذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية، هذه المواقف الإيرانية
لا تعني أبدا أنها تجنح إلى التهدئة، بل هي تريد الاستمرار في هذه الجبهة لأن مسارها التفاوضي مع الإدارة الأمريكية لم يكتمل بعد. الأخطر من هذا، الأخطر من هذا كله هو أن الحرس الثوري الإيراني عين مشرفا على إدارة حزب الله هو سردار فلاح زادة. هذا الرجل هو أصبح الحاكم لحزب الله والمدير المباشر لحزب الله، وهذا يعني أن القيادة اللبنانية في الحزب أصبحت مهمشة إلى حد كبير بسبب التصفيات التي تعرضت لها خلال المرحلة المقبلة، وهذا يعني أيضا أن حزب الله خسر الجزء اللبناني من هويته السياسية، ونحن أصبحنا الآن أمام يعني استعمار إيراني مباشر للبنان. كيف يعقل أن يقرر الخامنئي أولا استمرار الجبهة في لبنان وليس من إيران؟ ثانيا كيف يعقل أن يأتي وزير الخارجية ويقول بأن الحديث الآن من قبل إيران هو باسم الشيعة، وهو ما أشار إليه الخامنئي أيضا عندما تحدث عن حزب الله وحركة أمل في تأبين نصر الله؟ وأخيرا تعيين مشرف من الحرس الثوري الإيراني على حزب الله، هو من يقود المواجهات وهو من يقرر في السياسة. إذن نحن أمام حالة استثنائية شاذة غريبة فريدة من نوعها في العالم، تتسلط فيها إيران على لبنان، هذه الدولة المستباحة بقواتها العسكرية التي اسمها حزب الله. هذه هي المعادلة وهذا هو الواقع الآن. لذلك لابد ليس فقط من تطبيق 1701 أبدا، لابد من تطبيق 1559 الذي يقضي بحتمية تسليم سلاح حزب الله إلى الدولة اللبنانية، وهذا لم يعد لا تحديا لحزب الله، لأن حزب الله تحدى كل اللبنانيين وجرهم وسحلهم إلى حرب خطيرة تدمر الحجر والبشر، وليس أيضا تحديا لأي أحد من اللبنانيين. فلا بد من إقامة الدولة، وإقامة الدولة لا تقوم إلا بتسليم سلاح حزب الله إلى الدولة اللبنانية أو بإرساله إلى إيران مع عدم الشكر بالارتجاع. طيب، يعني هناك عدة نقاط يعني طرحتموها الحقيقة ضيفانا، سأعود إليها تفصيلا، مثل انتخاب الرئيس وقرارات الأممية، لكن قبل ذلك أسأل أستاذ هشام، يعني ربما المشكلة الأساسية طبعا بعد الإدانة الواجبة للعدوان الإسرائيلي، لكن مشكلة كثير من اللبنانيين مع حزب الله هو أنه يعني كان يستقوي عليهم بالسلاح بالدعم الإيراني. هل هناك برأيك إعادة نظر في موقع حزب الله في الخريطة السياسية يعني اللبنانية، سواء من طرف الحزب أو من طرف إيران، كي يكون كما يعني أشار ضيفنا يستعيد هويته اللبنانية بدل من أن يكون ذراع أو ميليشيا إيرانية؟ في الواقع يعني سؤالك هو سؤال منطقي بهذا الوقت تحديدا، لأن النظام الإيراني أمامه كان خيارين في إدارة يعني معركته بواسطة حركة حماس وبواسطة حزب الله والحوثيين والحشد الشعبي العراقي. الخيار الأول هو أن يطبق شعاراته التي تدعو لتدمير دولة إسرائيل وتدعو للحرب الشاملة ووحدة الساحات والهجوم من كل الجبهات، لكن هذا الخيار الذي بدأ به وكان حزب الله المرشح الأول والأكبر والأكثر قدرة على مؤازرة حركة حماس من اللحظة الأولى لتطبيق خطة تحرير القدس والمقدسات وفلسطين من النهر إلى البحر، هذا لم يحصل عندما كان الهجوم الذي قادته حركة حماس في 7 أكتوبر أدى إلى نتائج سريعة وعنيفة في رد الفعل الإسرائيلي والأمريكي والأوروبي، ولذلك يعني اختار المركز الإيراني اختار تغيير السياسات بسرعة شديدة للتأقلم مع ردة الفعل الإسرائيلية والأمريكية والتضحية أولاً بحركة حماس ودفع حزب الله لتحسين شروطه العامة باشتباكات محدودة استمرت يعني خلال هذا العام الماضي. لذلك يعني لا يمكن فصل يعني نتائج ما يجري الآن في لبنان عن اللحظة يعني 7 أكتوبر، حيث انهارت نظرية وحدة الساحات
وعلى على سطح نظرية عدم التورط بالحرب الشاملة. وهذا يعني أن التفاهمات الإيرانية الأمريكية استطاعت يعني أن تصل من اللحظة الأولى إلى وضع طهران أمام خيارين: إما أن يعني تضحوا بما دفعتم هذه القوى سواء الفلسطينية أو اللبنانية أو الحوثية اليمنية أو العراقية لا الصدام الواسع النطاق مع إسرائيل وبالتالي مع أمريكا ومع الغرب، وإما أن تدفعوا ثمن هذا أنتم مباشرة. ولأن أصلا يعني النظام الإيراني بنى وساعد أذرعه وأتباعه والقوى التي تعمل معه خلال الفترة الماضية من أجل هذه اللحظة بالتحديد، من أجل حماية النظام الإيراني وحماية المصالح العليا المتمثلة في الحفاظ على البرنامج النووي والبرنامج الباليستي وتخفيف العقوبات. فنظراً لأن يعني إدارة بايدن ورثت إدارة أوباما، أي وريثتها السياسية أقصد، أيضاً قدمت لإيران وعود أن عندما ستفوز إدارة بايدن مرة أخرى بقيادة المرشحة الجديدة هناك أحاديث وهناك التوافقات وإمكانية للوصول لتفاهمات مجددا على قاعدة العودة للعلاقات الطبيعية مع أمريكا والعودة للاتفاق النووي. يعني نفهم من هذا الكلام أن حزب الله كان وما زال وسيبقى يعني يتحرك وفق المصالح الإيرانية، هذا ما نفهمه. أريد أن أختم فقط بعبارة بسيطة، يعني عندما وصلت المسألة إلى هذا الحد الإسرائيلي أصبح يعني في موقع قادر به على أن يوجه ضربات عنيفة جدا لحزب الله وعنيفة للمجتمع اللبناني ككل من دون أن تستطيع طهران أن تقدم مساعدة حقيقية. فإذا كانت طهران تخلت طوعا عن حركة حماس فهي تخلت نسبيا عن حزب الله قصرا عندما وضعت أمام خيارين: إما أن تدخل المعركة مع حزب الله للدفاع عنه في وجه كل هذا الهجوم الإسرائيلي المتوحش على لبنان وشعبه وأهله عبر استهداف مراكز وقوة حزب الله، وإما أن تدخل المعركة معه أو أن تتركه لمصيره ليحدد توازن القوى، هو الذي يحدد النتائج. طيب، وعندما أصبحت يعني النتائج تميل بطريقة واضحة الآن، جاء قبل يعني رئيس مجلس الشورى جاء وزير الخارجية ليحبط أول مسعى لبناني للتفاهم لبناني عن طريق الرئيس بري والحلفاء الآخرين والأحزاب الأخرى، وأحبط أول مسعى لبناني لإنتاج قرار لبناني، وأتى اليوم أيضا بالاتجاه نفسه لحفظ ما تريده طهران من استمرار الاشتباك وما يمنع الدولة اللبنانية من تطبيق مبادرتها السياسية مع المجتمع الدولي. طيب، بالحديث عن يعني موضوع الدولة اللبنانية أستاذ أحمد، يعني الحديث دائما يجري عن تطبيق قرارات الأممية 1701 بالدرجة الأولى، ونجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال يقول نحن ملتزمون بهذا القرار، وأيضا الجيش جاهز للانتشار في الجنوب وعلى الحدود. هل يحظى ذلك برأيك؟ هل هذا الآن يعني أصبح حزب الله في موقف يقبل بذلك بتطبيق ذلك؟ علينا أن نركز ماذا يعني تطبيق القرار 1701. إذا كان المقصود بقيام حزب الله بالانسحاب إلى جنوب نهر الليطاني وهو الثمن الذي كان معروضا عليه سابقا من دون اشتباكات ومن دون معارك ومن دون تهديم الجنوب ومن دون تشريد مليون ونيف من الناس وضيع الفرصة، إذا كان هذا هو المقصود من دون الوصول إلى تسليم السلاح أو إرجاعه إلى طهران كما ذكرنا مع عدم الشكر
فهذا الأمر لن يمضي ولن يستقيم ولا يمكن أن ينجح لسبب بسيط، وأن الإدارة الأمريكية وأن العدو الإسرائيلي لن يتوقف ولن يقبل، لأنه استطاع أصلاً أن يزيح حزب الله بالطيران وما إلى ذلك عن الكثير من المواقع الاستراتيجية في الجنوب. ليست القضية الآن 1701 بتفسير حزب الله ليعود حزب الله بعد مدة من الزمن ويفرغ هذا القرار ويعود إلى السيطرة على الحدود من جديد ويحيد اليونيفيل ويحيد الجيش اللبناني. إذن هذا ما المشكلة يعني ما الحل القضية؟ أولاً يجب أن ينتشر الجيش اللبناني بصلاحيات مصادرة أي مخزن سلاح، بصلاحيات توقيف أي عنصر مسلح، بصلاحيات إزالة مخازن الأسلحة والصواريخ الموجودة في الجنوب التي يعني تهدد أصلاً سلامة اللبنانيين قبل أن تهدد أمن العدو الإسرائيلي. أصبحت هذه المخازن وهذا السلاح عبئاً حقيقياً على جميع اللبنانيين، والأسوأ من ذلك أنها مخزنة في جزء منها تحت منازل اللبنانيين. شهدنا ذلك في الجنوب، شهدنا ذلك في النويري عندما جرى قصف البناية التي التجأ إليها وفيق صفا وانكشفت كميات السلاح الضخمة المخزنة هناك. السؤال الكبير، لماذا يخزن حزب الله الأسلحة بهذه الكميات الهائلة في بيروت وبوجه من يريد استعمالها؟ المسألة الأخرى، لماذا يختبئ قياديو حزب الله في الأماكن السكنية؟ إذا كانوا صادقين لماذا لا يذهبون إلى الجنوب ويديروا جبهات القتال في الجنوب؟ الإشكالية الحقيقية هي هذا التغول الهائل للسلاح في المجتمع اللبناني، وهو ما بات مرفوضا من قبل الجميع ولا يمكن لأحد أن يقبل إلا برئيس جمهورية يحمل شعار تطبيق القرارات الدولية، ومن ذلك أيضا القرار 1806 الذي يقضي بترسيم الحدود اللبنانية مع سوريا ومع العدو الإسرائيلي لتصبح دولة لبنان دولة طبيعية. نحن لسنا في بلد طبيعي، نحن حالة شاذة عن كل الأمم أصلا من خلال وجود هذا السلاح الذي تحول إلى كارثة محلية وأقليمية بكل معنى الكلمة. عانى منها الشعب السوري، عانى منها الشعب العراقي، عانى منها الشعب اليمني، وعانى منها الشعب اللبناني في الأصل. طيب دكتورة جلشان، ما رأيك؟ يعني إسرائيل واضح أنها ماضية في عدوانها ولا تتورع عن فعل أي شيء، ولذلك لابد من البحث عن حلول لعل من بينها تطبيق القرارات الأممية، استعادة الدولة اللبنانية لسيادتها، وكما أشار ضيفنا إلى القرارات الأممية، والقرار كما قلنا يعني 1701 يشير أيضا إلى القرار 1559 بنزع سلاح يعني كل الأطراف ما خلا الدولة اللبنانية. هل هذا وارد؟ خليني أقول، نحن لو تم تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته بال2006، وهو هيدا صدر القرار بال2006 ما بعد حرب تموز، لو تم تطبيقه كانت صلاحيات اليونيفيل منا مقلصة مثل ما هي الآن، كان الجيش اللبناني انتشر واستلم، كان كل الأمور تغيرت. بما أنه ما تم تطبيق القرار هيدا بوقته، الآن لا يمكن، أنا بوافق ضيفك الكريم أستاذ أحمد بأنه هلأ يمكن فرصة مع كل اللي عم بيعيشوا لبنان ومع كل الانهيار ومع كل يعني الانتهاكات وأكثر من انتهاكات. ما اليوم إسرائيل وسعت يعني ضرباتها من الجنوب للضاحية لمناطق، اليوم شفنا انضربت البرجة، انضربت الكورة، وبالفعل يعني بهدف أنه اطال يعني الأعضاء من حزب الله وأماكن فيها أسلحة عم بتروح العالم الناس المدنيين بضربة، وبالتالي اليوم ما عاد بيكفي، ما عاد بينفع يتطبق القرار 1701 بدون كل القرارات. اليوم إجا الوقت للبنانيين يقعدوا مع بعضهم ولا فعلا يطلعوا بخارطة الطريق، خارطة الطريق تكون لبنانية. اليوم مثل ما الكل بيعرف حزب الله مع كل يعني بعرف عنده مؤيدين وهو بيعتبر أنه وجوده لمحاربة إسرائيل، ولكن بالأخير هيدا حزب أكيد
مدعوم من إيران، تم إنشاؤه من بدعم من إيران وتسليحه من إيران، وهن بيقولوها بالعلن، يعني مش ناطرين نحن نحدد هن لمين تابعين. وبالتالي اليوم حزب الله إذا صار في دولة واقفة على إجريها، صار في دولة تقدر تفرض سيادتها وتطبق القرارات، إن كان بترسيم الحدود مع سوريا بالقرار 1680، إن كان بحصر السلاح بإيد الجيش اللبناني وهو القرار 1559، وإن كان إذا بدك التسوية، مع أنه لبنان يعني عم يدفع ثمن التسويات السياسية اللي كانت عم بتصير على مدار سنين على مستوى الأحزاب اللبنانية وتركيبة لبنان عجيبة غريبة. ولكن اليوم أنا باعتقادي بدون تسوية وبدون خارطة الطريق وبدون فرض سلطتها الدولة، بدون ما يكون في فرض، ولكن ما ننسى نحن بالأخير حزب الله شئنا أم أبينا هو مكون لبناني وبده يكون على الطاولة. وهون الإشكالية، أنا مني مع حدا، أنا إنسانة باحثة ما بحكي سياسة، أنا بحكي شو عم بيصير. طيب. اليوم ما منقدر إذا ما صار في خارطة الطريق ونحط على الطاولة البنود اللي بدنا نحلها، وأولا انتخاب رئيس جمهورية. واليوم إذا بدكم نحكي بمؤتمر معراب 2 ممكن نحكي ونشوف مندرجاته ونشوف الأفاق اللي بيحملها هذا المؤتمر. طيب سأعود إليك وإلى يعني ضيوفنا في هذه النقطة، انتخاب الرئيس ومؤتمر معراب، لكن قبل ذلك أسأل أستاذ هشام. أستاذ هشام، يعني التسوية يعني المشهد السياسي في لبنان مرتبط إذن بوضع حزب الله، والآن مستقبل حزب الله كله على المحك، ما الذي سيحصل بهذا الحزب؟ يعني هناك شبه توافق أو إجماع أنه لم يعد أو لن يكون حزب الله كما كان قبل هذه الحرب الإسرائيلية، لكن ما هو الشكل؟ هل سيكون منزوع الأظافر؟ هل سيتحول إلى حزب سياسي؟ أنت قلت أنه إيران تخلت نسبياً عن حزب الله، وحتى نظرية وحدة الساحات انهارت تماماً، وهذا يطرح السؤال حول مستقبل هذا التشكيل المسمى حزب الله. الحقيقة سؤالك بيطرح سؤال ضمنه يعني تمهيد للإجابة عليه، إلى متى ستستمر المعركة وكيف يمكن للحزب أن يستمر في القتال في ظل شروط غير مناسبة له سياسيا وعسكريا وأمنيا وفي البيئة المحيطة به، حيث أن معظم الطوائف اللبنانية والأحزاب اللبنانية تعلن موقفها، وأقسام كبيرة من الطائفة الشيعية كمان سياسيا واجتماعيا تعلن موقفها أن كفى قتال. لكن يعني عندما نرى أن إيران، أنا قلت تخلت عنه نسبيا، أي لم تستطع الدفاع عنه ولم تستطع التدخل العسكري للدفاع عن الحزب، لأنها خلقت الحزب للدفاع عن إيران وليس العكس من حيث المبدأ. وبهذا المعنى أريد أن أقول أن لو ترك الأمر لقيادة الحزب اللبنانية المحلية، لأعطيت يعني التفاهمات عن طريق الرئيس بري بوقف الحرب وإنهاء القتال وتطبيق القرار 1401، وكان هذه أول رسالة من الرسائل التي وجهها نائب أمين عام الحزب نعيم قاسم وسماه بالأخ الكبير. لكن الرسالة الأخرى التي أتت لاحقا عن طريق وزير الخارجية الإيراني وعن طريق تصريحات أخرى للأمين العام وللمتحدث الإعلامي، وضعت أولوية القتال والقتال حتى هزيمة إسرائيل في لبنان، وبعدين بنحكي في القضايا الأخرى. يعني إحنا قدام حركتين متعارضتين في السياسة وفي الميدان. حركة في السياسة تعطي إشارة لرئيس مجلس النواب أن اذهب للتفاوض مع المجتمع الدولي لتطبيق القرار 1301 بوضعيته السابقة وكما يفهمه الحزب في ذاك الوقت،
وخيار عملي مباشر يقول أننا سنقاتل حتى هزيمة دولة إسرائيل وتحقيق الانتصار. هل هذا تناقض أم أنه يعني هذه مناورة طبيعية يعني؟ أنا الحقيقة أعتبر هذا تدخل إيراني للإمساك في الحزب ولدفعه للاستمرار في القتال ولتعطيل مسيرة الدولة اللبنانية ولتعطيل وقطع الطريق على تفاهمات كالتي حصلت بين الثلاثي رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وإطلاق المبادرة المعروفة التي بني عليها أيضا مبادرات نشهدها يوميا في اللقاءات الوطنية في كل الحركة السياسية اللبنانية. بهذا المعنى لا تستطيع القول الآن ما هو مصير الحزب لطالما أنه لا نعرف متى سيتم وقف إطلاق النار، لأن عندما تبدأ المعركة وأنت تبادر للقتال لا تستطيع أن تنهي المعركة بمبادرة من دون الخصم. والإسرائيلي عندما يعرب ويقول ويصرح للعالم كله أن حزب الله هو الذي بدأ المعركة لكن لن يستطيع إيقافها، أي القرار أصبح عند الإسرائيلي بهذا المحل. طيب، وعندما قال يعني بعض يعني المواقف التي ظهرت للعلن بأن يفصلوا لبنان عن غزة، نطلع نتنياهو وقال لا نريد الفصل، سوف يستمر الربط بين لبنان وغزة. ففي أصلا تطرف إسرائيلي بيعكس يقابل تطرف إيراني في حرب بين إسرائيل وإيران بواسطة العرب، بواسطة الأحزاب والمنظمات الإسلام السياسي العربي، سواء كانت سنية أو شيعية، سواء كانت حماس أو كانت يعني حزب الله. فلذلك أنت لا تستطيع أن تتنبأ أو تنجم لكيف سيكون الأمر قبل أن يقف إطلاق النار أولا، كيف يمكن إنهاء المعركة أولا. طيب، يعني في هذا السياق أستاذ أحمد، يعني أستاذ هشام أشار لموضوع وقف إطلاق النار، وموضوع تحدثنا أشرت أنت وضيفتنا لموضوع مواضيع المشهد السياسي الداخلي اللبناني، والحقيقة أنه حتى اللقاء الثلاثي اللي أشار له ضيفنا بين ميقاتي وجنبلاط وبري قال أنه يجب وقف إطلاق النار أولا، ثم مثلا حل مسألة التوافق على رئيس جمهورية. برأيك هل يمكن البحث عن مخارج سياسية في الوقت الذي العدوان ما زال مستمرا، أم أنه لا يعني هذا بالعكس يدفع باتجاه الحل السياسي لأنه يعني هذا هو المخرج الوحيد ربما؟ المشكلة أن ما صدر عن بعض قيادات حزب الله يعتبرون أن التفكير بانتخاب رئيس في هذه الظروف هو يشبه انتخاب رئيس على الدبابة الإسرائيلية كما يزعمون، لكن في واقع الحال نحن بحاجة إلى رئيس جمهورية ليدير هذا الصراع الآن وليتمكن اللبنانيون من إيجاد مفاوض شرعي في اتجاه المجتمع الدولي والمجتمع العربي. أنا كنت اليوم مشاركاً في مؤتمر معراض أو لقاء معراض، وكانت الرسالة السياسية الوطنية التي صدرت عن هذا اللقاء هو أولاً أنه ليس وارداً إقصاء الشيعة كطائفة مؤسسة في الكيان اللبناني، ولكن أيضاً لا يمكن التسامح بعد الآن مع السلاح غير الشرعي لما أنتجه من كوارث على المستوى الوطني وعلى المستوى العربي. لذلك الدفع باتجاه انتخاب رئيس الجمهورية هو أولوية، والدفع أيضاً للضغط على حزب الله من أجل يعني تسليم الدولة اللبنانية للقرار، بمعنى أنه الرئيس نبيه بري تحول إلى ساعي بريد عند حزب الله لأنه لا يمتلك القرار ولا التفويض، بل هو عبارة عن ساعي بريد ينقل الرسائل، وهذا ليس مسارا للحل وإنما هو تلاعب وهدر لوقت اللبنانيين. نحن في كل يوم هناك عشرات الشهداء يسقطون ومئات الجرحى ومئات المنازل تهدم من أجل أن يناور حزب الله ومن أجل أن تناور إيران. هذه المناورة أنا لها أن تنتهي، وإذا كان من دور للرئيس نبيه بري في هذه المسألة فيجب عليه أن يتخذ موقفا وطنيا ويفتح مجلس النواب، وإلا فإنه سيكون مع حزب الله في نفس الموقف
وفي نفس الموقع لجهة التفريط بحياة اللبنانيين ومستقبلهم، ويعني السماح للعدو الإسرائيلي باستباحة المزيد والمزيد والمزيد في لبنان. ما رأيك دكتورة جولشان، هذه نقطة مهمة لأنه نتحدث عن نقطة أساسية، يعني انتخاب رئيس جمهورية في لبنان أمر مهم لي يعني الخروج من هذا المأزق. سنتان وهناك شهور في منصب الرئاسة، من سيخاطب العالم؟ يعني دولة لبنان ممثلة بمن؟ يفترض أنه رئاسة الجمهورية هي من تخاطب الدول والمجتمع الدولي ويخاطبها العالم، يعني حتى الحكومة بالمناسبة يعني هي حكومة تصريف أعمال حتى. وبالتالي المشكلة هنا أن حزب الله هو من كان يعطل انتخاب رئيس لبناني، وكان يعني يصر على سليمان فرنجية. هل هناك أي مؤشرات إلى إمكانية حل هذه المعضلة؟ أعتقد أستاذي الكريم اليوم مشكلة لبنان ليست وليدة اللحظة، وليست وليدة الحرب، حرب إسرائيل على لبنان، وليست يعني 40 سنة ويدار البلد بطريقة غلط ولم يتم تطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته. وبالتالي نحن اليوم بحاجة لسلة متكاملة، لا بل أكثر من هيك، نحن لا يمكن هالسلطة الحالية تكون تقدر ترجع تكون إذا بدك شكل جديد، حكم جديد. ما بعرف يعني كيف فينا نوثق بسلطة هالقد كانت وراء تدمير البلد. لهيك يعني نحن اليوم يمكن من الأولوية انتخاب رئيس جمهورية من خارج هالسلطة، من خارج الاصطفافات، ومن خارج الأجندات اللي ممكن تحملها، سواء كان لحزب الله وحماية سلاح حزب الله أو للمعارضة، وكمان عندهم أجندات. اليوم المعارضة ما قدمت نموذج جديد، ما قدمت طرح وحل جديد، دائما تعارض. لكن يبدو أنها موافقة على موضوع مثلا اسم مثل جوزيف عون قائد الجيش، ولكن هون وين رح نصطدم اليوم؟ المعارضة أو جزء من المعارضة اليوم بالبيان طالبوا برئيس أولا يعني يتعهد بأنه يطبق القرارات، يتعهد بأنه يعني بما معناه حزب الله يسلم سلاحه. اليوم اللي غابوا أستاذي الكريم، جزء من اللي غابوا عن لقاء مأرب هو من الخوف من قرار 1559، لأنه هيدا بيمس بسلاح حزب الله. من هون يعني اليوم المعارضة أولا منا موحدة، ما عندها رؤية وخطاب ومقاربة واضحة، وما أثبتت أنه قادرة يكون عندها أفاق للحلول. وبالتالي نحن كيف بدك توصل أنه رح نوصل مع أنه هلأ الفرصة، بالعودة لسؤالك، هلأ الفرصة، لأنه من بعد كل اللي صار بلبنان نرجع لورا أو نرجع نوقف محل ما كنا أو نرجع للحكم نفسه بنفس الأحزاب وبنفس التركيبة وبنفس الفساد من جهة، وسلاح برات الجيش اللبناني من جهة، ومحاصصة لبنان يتم إدارته وكأنه شركة خاصة أو قطعة جبنة عم نتقاسمها. واليوم نحن بحاجة لحقيقة، يمكن أنا دايماً بستذكر تجربة رواندا، اليوم بحاجة لنخطي خطوة رواندا وقت اللي من بعد إبادة أكثر من 1,000,000 إنسان بخلال أسبوعين أو أقل أو أكثر، وقعدوا كلهم على الطاولة، مع أنه أنا مش من مبدأ الحوار اللي كان عم ينطلب قبل الحرب إسرائيل على لبنان ولا مع التسويات، ولكن نحن بحاجة لطاولة حوار بين كل أطياف المجتمع، من أحزاب، من مجتمع مدني، من وهون بدي أقول يا جماعة نحن في عنا القطاع الخاص والقطاع المجتمع المدني عم نحيدهم، عندهم حلول
قطاع المجتمع المدني مقدم دراسات ياما على لبنان وخارطة الطريق. أنا رسالة الدكتوراه تبعيتي كانت دور المجتمع المدني للإصلاح. هو يعني السياسي. يعني المشكلة يعني تعلمين دكتورة جولشان قلتي إنه المشكلة قديمة، والمشكلة كان يعني كيف سنذهب، اللبنانيون سيتفاوضون، وهناك من يضع السلاح على الطاولة ويهدد بالسلاح وينزل إلى الشارع، و يعني هذه المشكلة كانت في لبنان دائما. من هون اليوم واجبات الرئيس بري ما يكون ساعي بريد، من واجباته يفتح البرلمان، من واجباته كرئيس لمجلس النواب يفتح جلسات متتالية. يا أخي يروحوا على البرلمان وينتخبوا، مش في هلأ مطروحين شخصيات حيادية مش من الأحزاب، لا من المعارضة ولا من حزب الله. تفضلوا انتخبوا رئيس جمهورية، بعدين شكلوا حكومة كمان حكومة إنقاذ حيادية، بعدين جيبوا ناس تكون عندها الكفاءة، نزيهة، تكون برات هالتركيبة. طيب. وبعدين وإلا يعني نحن بحاجة لسلة متكاملة. أما أنه نجي ننطر لحزب الله يوافق على القرار أو لا، مثل ما قال ضيفك الكريم الصديق هشام بالسياسة بيقولوا نحن موافقين، وحزب الله أنا أخذت منهم الكلمة موافقين على تطبيق القرار 17-01، بينما بالميدان حزب الله بيقول أنا بدي ضلني عم ساعد عم آزر غزة وما في وقف. طيب. اطلاق نار بدون ما يوقف اطلاق النار بغزة. طيب. طيب نحن مع أنه أنا مؤمنة بالقضية الفلسطينية وهذا واجب، ولكن ربط المسارين معناتها هيدا بيعني لا أفاق لا وقف اطلاق النار ولا تهدئة ولا تطبيق قرارات. طيب أستاذ هشام، يعني يبدو أنه الوضع في لبنان يدور في حلقة مفرغة، كيف يمكن الخروج منها؟ وكيف يعني ترى المشهد السياسي والعسكري في القادمات من الأيام؟ لأنه عسكريا إسرائيل ماضية إلى أي حد يا ترى؟ ما الذي تريده؟ يعني البعض يقول الآن حتى إسرائيل تفرض شروطها بالقوة، حتى يعني صار 1701 وراء هذا القرار الأممي، وهي حتى تتوسع يعني في حروبها، ستضرب إيران، هناك رد قادم، حتى في سوريا في الجولان المحتل يعني جرفت أراضي داخل خارج الأراضي المحتلة، يعني على خارج الجولان أراضي داخل السيادة يفترض السورية. المشهد السياسي كما قلنا في لبنان معقد يبدو، حديث وقف إطلاق نار، انتخاب رئيس جمهورية، تطبيق قرارات أممية، كيف ترى المشهد عموما في لبنان؟ للأسف يعني الصحيح أن انتقل ثقل العمل العسكري الإسرائيلي من فلسطين، من غزة والضفة إلى لبنان، ولا ندري إذا يعني اجتمع العالم كله من أجل وقف إطلاق النار وتمسك نتنياهو بضرورة الاستمرار بفرض شروط لا يمكن لحزب الله أن يقبلها، يعطي يعني المشهد صبغة مأساوية لفترة زمنية قد تطول إلى أن تظهر نتائج الانتخابات الإسرائيلية والعفوان الأمريكية ويستلم الإدارة الأمريكية الجديدة. يعني إحنا عنا لسه في لشهر شباط في 3-4 أشهر بيقدر واحد مثل نتنياهو وحكومته أن يفعل ما يشاء بتطوير هجومه الشرس على لبنان بحجة اجتثاث حزب الله وتدمير المجتمع اللبناني مثل ما عمل في المجتمع الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية. وأيضا يعني أريد يعني أنا لا أريد مبالغة بمعنى التخويف، أريد أن أقول هذه المخاطر موجودة، لأن عندما تحدثت بالفضائيات بالشهر الأول من حرب غزة أن هذه الحرب ستستمر إلى مرحلة الانتخابات الأمريكية، كانت التوقعات يعني مستغربة في هذا الأمر. لكن عندما تعرف أن ما هي الأهداف المعلنة لنتنياهو وحكومته في فلسطين والآن في لبنان، هذه الأهداف تحقيقها يتطلب زمن طويل، ولديه دعم غربي شامل. ولفت نظري يعني شيء كتبته جريدة معاريف الإسرائيلية
بتقول إنه إسرائيل في حربها مع حزب الله تحديداً غير كل ما تمتلكه من دعم أمني ومعلوماتي من أمريكا والأجهزة الرسمية، تلقت عشرات المعلومات من عشرات الدول الإفريقية والأمريكية اللاتينية والآسيوية تقدم معلومات إضافية عن حزب الله. وهذا يعني أن نتنياهو أكثر ارتياحا بحربه على لبنان باستهداف الحزب من ما كان عليه في حربه على فلسطين باستهداف حركة حماس. وهذا يجعلني أن أقول عندما يعلن الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي أنهم يريدون السيطرة بالقوة النارية والجوية على الحدود اللبنانية السورية وعلى فصل كامل بين يعني كل معابر الحدود السورية اللبنانية ووضعها تحت الرقابة، فهذا هدف يلزمه وقت طويل، وهذا سيؤدي أيضا لانتقال مركز الثقل الحربي إلى سوريا إذا تطلب الأمر، وهو جاهز للقيام بهذا ولديه الدعم الكافي لأن يقوم بهذا. فلذلك يعني أقول إذا لم تستطع الحكومة اللبنانية الراهنة حتى قبل انتخاب الرئيس المنتظر، إذا لم تستطع هذه الحكومة أن تنتزع قرار واضح ورسمي من ممثلين حزب الله في البرلمان على أن يتم الدعوة لوقف إطلاق نار بيجبر إسرائيل عليها من خلال تطبيق القرارات هذه، لا يوجد معين وداعم للبنان بالمجتمع الدولي حقيقي بهذا المجال، وبالتالي الأمر المشهد يعني أراه قاتم مع الأسف. الأثمان كبيرة جدا. وأنقل هذه النقطة أستاذ أحمد، برأيك ما هي خريطة الطريق التي قد تنقذ لبنان مما هو فيه؟ يعني استكمالا للمشهد الذي ذكره الصديق هشام، علينا أن نورد ملاحظة هامة، وهي هذا الانعدام التام للتعاطف مع حزب الله في العالم العربي وفي العالم يعني في المحيط الدولي وفي العواصم الدولية. نحن عندما شهدنا عدوان العدو الإسرائيلي على غزة، العالم كله يعني العواصم العربية الكثير منها تحرك، عواصم دولية، الجامعات إلى آخره، كلها تحركت من أجل غزة وفلسطين. ولكن الآن هناك صمت مطبق وخطير، هذا عدا عن الغطاء الأمريكي الكبير للعدو الإسرائيلي، الكل يصمت على استهداف حزب الله. لماذا؟ لأن حزب الله لم يترك له صديقا كما يقال بالأمثال العامة، وبالتالي لا أحد، إذا كان النظام السوري يعني الذي تدخل من أجله حزب الله لإنقاذه تخلى عنه اليوم، وهو رفع يعني منع صور حزب الله وأغلق مكاتبه وما إلى ذلك، إذا كان الأمر هكذا بالنسبة للنظام السوري، فما بالك بالنسبة للمنظومة العربية الباقية. لذلك الآن على حزب الله أن يدرك، ولا أعرف مدى القدرات العقلية الحقيقية عند من تبقى من قيادة حزب الله أو من يقرر عن حزب الله، بأن ما يجري الآن هو عملية انتحار جماعية يجري جر الشيعة إليها أولا ثم بقية الشعب اللبناني. لهذا أخشى ما أخشاه أن نصل إلى مرحلة يكون فيها انقسام خطير على المستوى الوطني في لبنان، لأنه لا أحد سيرضى أن يذهب القسم الأكبر من الشعب اللبناني ضحية هذا الانفراد وهذا الإصرار وهذا العناد الانتحاري لحزب الله. هناك من يرفض، والآن هذا الرفض هو يأخذ الشكل السياسي، لكن إذا استمر هذا الوضع على ما هو عليه فهناك حالات شعبية لن ترضى بأن تستمر تتعرض للذبح والقصف من أجل عيون حزب الله. دكتورة جولشان، قلت في البداية إن الوصول إلى وقف إطلاق نار في لبنان دونه معوقات داخلية، كيف يمكن تجاوز هذه المعوقات؟
أعتقد تجاوز هالمعوقات هو أنه كل الأطراف يحطوا لبنان كأولوية وياخدوا دروس وعبر من كل يلي مر على لبنان، إن كان من الحرب الداخلية وصولاً للفساد وانهيار المؤسسات، وصولاً للحرب إسرائيل والعدو الإسرائيلي. خلينا نفرق أستاذي الكريم، يعني إسرائيل عدو مطلق، نحن يعني ما فينا نقول إلا خطر إسرائيل قادم على الكل. امبارح فلسطين، اليوم لبنان، بكرة سوريا، وبعده الله أعلم مين. ولكن لا يجوز أنه لبنان فقط يتحمل هالمسؤولية ويتحمل هيدا الوزر. اليوم يعني يبدو حزب الله ما قدر العواقب، يعني لما قرر يأزر غزة ما قدر العواقب، وبالتالي نحن اليوم بورطة. اليوم بورطة إخراجها بيتم بشغلتين اثنين: أولاً السعي لوقف اطلاق النار، الضغط على المجتمع الدولي اللي ما عاد يوثق فينا اليوم، ما عاد يعني حتى المجتمع الدولي يعني بينظر للسلطة اللبنانية وللإدارة لبنان على أنها إدارة فاشلة، وخلت ينعلن لبنان كدولة فاشلة. وبالتالي اليوم بحاجة لخطة طوارئ، مش خطة عادية استراتيجية عادية، خطة طوارئ. اليوم إذا ما قعدوا على الطاولة وعملوا خطوات عملانية، بدءا من وقف اطلاق النار، بعدين انتخاب رئيس جمهورية بمجلس النواب وتشكيل حكومة، ويعني المضي بالإصلاحات، إذا ما صار في إصلاحات كمان ما رح يكون في دعم. اليوم قال أستاذ أحمد في صمت تام على يعني مؤازرة لبنان عم تكون فقط إنسانية. ليش؟ لأنه ما عاد في ثقة بلبنان بالقيادة اللبنانية. مع العلم أنه لبنان هو حاجة وضرورة لمحيطه الحيوي، للخليج العربي، حاجة لأمريكا، وحاجة أيضا لإيران. طيب. ولكن الكل لازم يساعد، لأنه هيدا البلد يضل حاجة، ولكن حاجة إيجابية. يرجع سويسرا الشرق، يرجع البلد اللي فيه يكون بلد المؤتمرات، بلد السلم، بلد المفاوضات، بلد اللي هو يكون يلعب دور إيجابي. يعني نتمنى كل الخير للبنان. وفي الدقيقة الأخيرة أسأل أستاذ هشام، من يملك مفتاح الحل في لبنان، وما هي الخطوة الأولى باتجاهه باختصار شديد؟ واشنطن أولاً، واشنطن ثانياً، واشنطن ثالثاً. شكراً جزيلاً لكم جميعاً، الأستاذ هشام دبسي مدير مركز تطوير للدراسات من بيروت، ومن بيروت أيضاً الكاتب والصحفي أحمد الأيوبي، ومن إسطنبول الأستاذة في العلوم السياسية الدكتورة جولشان سالم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة. نترككم الآن مع هذه الصور المباشرة من بيروت، إلى أن يأتي الزميل وجيه ويلتقيكم على رأس الساعة.